النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. بنك صفوة الإسلامي. LG. المناصير للزيوت والمحروقات. العملاق، مش كل من نظف عملاق. حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده. المركزية، وكلاء تويوتا ولكزس. سبوي. شيفت، حوالات مالية فورية. مجمع الملك الحسين للأعمال. متابعينا الكرام في الأردن، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. إليكم نشرة الأحوال الجوية الرئيسية لهذا اليوم، التي نبدأها بآخر قراءات خرائط تحركات الكتل الهوائية، والتي تشير إلى أن المنطقة الشرقية للبحر الأبيض المتوسط على موعد مع اندفاع لكتلة هوائية باردة جدا قادمة من الأراضي الأوروبية نحو المنطقة الشرقية للبحر الأبيض المتوسط، هي باللون الأزرق. هذه الكتلة من الغير معتاد أن تندفع إلى المنطقة في مثل هذا الوقت من العام، ولم تحدث في عدة سنوات سابقة على الأقل في المنظور القريب. يتوقع بمشيئة الله تعالى أن تتوغل هذه الكتلة جنوبا وتعبر المملكة اعتبارا من ساعات عصر ومساء يوم غد الثلاثاء، مسببة تغير كبير على الأجواء، وهي مترافقة مع منخفض جوي مصنف هذا المنخفض بأنه من الدرجة الثالثة، يعني أنه متوسط إلى عالي الفعالية. ذلك بسبب أن هذا المنخفض يأتي في وقت متأخر وغير معتاد في شهر أيار، كما أن هذا المنخفض الجوي مترافق مع حالة قوية من عدم الاستقرار الجوي، وبالتالي يتوقع أن تكون ذات فعالية عالية. تستمر هذه الكتلة الهوائية الباردة فوق المنطقة والمملكة حتى ساعات ظهيرة يوم الأربعاء، ثم تتحرك شرقا باتجاه الأراضي العراقية كما تلاحظون، مبتعدة عن المملكة، وتترافق مع تحرك أيضا المنخفض الجوي مبتعدا عن المملكة، وتميل الأجواء للاستقرار بدءا من ساعات مساء يوم الأربعاء. إذن المنخفض الجوي يتوقع أن يؤثر المملكة اعتبارا من ساعات نهار يوم الثلاثاء تحديدا في ساعات بعد الظهر، أي عندما تعبر هذه الكتلة الهوائية الباردة أجواء المملكة تقريبا بعد الظهر ومساء يوم الثلاثاء، وتستمر حتى ساعات عصر يوم الأربعاء. خرائط الضغط الجوي تشير إلى ذات السياق بأن المنخفض الجوي يتوقع أن يؤثر على المملكة بمشيئة الله تعالى، وهذا المنخفض الجوي من المتوقع أن يكون من الدرجة الثالثة ومترافق مع جبهة هوائية باردة، يتوقع أن تعبر أجواء المملكة اعتبارا من ساعات عصر ومساء يوم الثلاثاء، وتكون مترافقة هذه الجبهة مع أجواء وعدم استقرارية عالية في الأجواء. بالنسبة لخرائط الأمطار وتوقعات الأمطار خلال 48 ساعة القادمة، حيث مع ساعات صباح يوم غد تقريبا الثلاثاء تبدأ حزم الأمطار بالتشكل قبالة السواحل الفلسطينية، في حين أن الأجواء سواء هذه الليلة أو غدا صباحا تكون مستقرة للغاية في أغلب مناطق المملكة، لا يوجد توقعات بهطول الأمطار، على العكس تكون الأجواء مائلة للدفء حتى مع ساعات النهار الأولى ليوم غد الثلاثاء، بحيث يكون الطقس حتى مستقرا ودرجات الحرارة مرتفعة نوعا ما في أغلب المناطق، ولكن اعتبارا من ساعات بعد الظهر تبدأ جبهة هوائية باردة كما تلاحظون بعبور أجواء المملكة، وبالتالي يطرأ انخفاض متسارع على درجات الحرارة وملموس وبشكل سريع، تتكاثر كميات من السحب على ارتفاعات مختلفة وتكون ركامية الطابع، تنشط سرعة الرياح بشكل لافت، وتتهيأ الفرصة لهطول زخات من الأمطار بمشيئة الله تعالى. سرعان ما هذه الأمطار تشتد كما تلاحظون مع ساعات المساء وساعات المغرب، تصبح هذه الزخات الرعدية من الأمطار غزيرة في بعض المناطق، وتكون طبعا غزيرة بشكل عشوائي، تصبح أيضا مترافقة مع تساقط لزخات البرد، كما تصبح العواصف الرعدية أحيانا شديدة. هذه الظروف الجوية وطبيعة الأمطار التي ستهطل بمشيئة الله تعالى اعتبارا من ساعات عصر ومساء يوم غد قد تؤدي إلى جريان الأودية وتشكل السيول في مناطق مختلفة من المملكة، سيما تلك المنخفضة أو على المنحدرات، ولا يستبعد أن تكون بعض من الزخات الرعدية الغزيرة شديدة الغزارة من حيث الكثافة في مناطق جغرافية ضيقة، تؤدي إلى جريان كبير لبعض السيول والأودية في بعض المناطق، وينصح بعدم التفريط والاستهانة بمثل هكذا أحوال جوية
في شهر أيار. خلال ساعات المساء تمتد أيضا زخات رعدية تشمل أيضا مناطق واسعة من شرق المملكة إضافة إلى المناطق الجنوبية. المناطق الجنوبية غدا من المملكة ربما تتعرض لزخات غزيرة أيضا من الأمطار خاصة فوق المرتفعات الجبلية وتتشكل السيول بها. مع ساعات الليل ليلة الثلاثاء للأربعاء يتحول الطقس ليصبح شتوي بارد وغالبا غائم في أغلب المناطق، وتبقى الفرصة مهيئة لهطول الأمطار بمشيئة الله تعالى على فترات ربما تكون أحيانا غزيرة وخاصة في المنطقتين الشمالية والوسطى من المملكة على وجه الخصوص. تمتد بعض من هذه الزخات تشمل أيضا المرتفعات الجبلية الجنوبية. تبقى الرياح نشطة مع هبات قوية في ساعات ليلة الثلاثاء للأربعاء خاصة في المناطق الشرقية من المملكة على وجه الخصوص. خلال ساعات نهار يوم الأربعاء تبقى الفرصة مهيئة بمشيئة الله تعالى لهطول الأمطار في المنطقتين الشمالية والوسطى من المملكة. تبقى الأجواء شتوية باردة نسبيا، يطرأ انخفاض حاد على درجات الحرارة وتصبح أقل بكثير مما هو معتاد عليه في هذا الوقت من العام، ولكن مع ساعات مساء يوم الأربعاء تتراجع الفعالية الجوية وتبدأ السحب والغيوم بالتناقص التدريجي وتضعف فرص هطول الأمطار بمشيئة الله تعالى. إذن كملخص لهذا المنخفض الجوي من الدرجة الثالثة، من المتوقع كما تلاحظون كميات الأمطار تغطي مناطق واسعة من المملكة من الشمال إلى الجنوب وتتركز على أغلب المدن الرئيسية، وتبدأ هذه الأمطار مع ساعات ما بعد ظهر يوم الثلاثاء بمشيئة الله تعالى. كملخص لهذا هذا المنخفض الجوي المصنف من الدرجة الثالثة، أمطار تبدأ بعد الظهر تشتد وتصبح على شكل زخات غزيرة تجري بها الأودية وتتشكل السيول، طبعا نتحدث عن بعد ظهر الثلاثاء بمشيئة الله تعالى. الأمر الآخر لا يستبعد أن يكون هناك عواصف رعدية ربما تكون قوية وشديدة ومرفقة أحيانا بالصواعق. هطول زخات من البرد وارد أثناء حدوث العواصف الرعدية، قد يكون أحيانا البرد كبير من الحجم في بعض المناطق، وهناك رياح قوية مثيرة للغبار متوقع أن تترافق مع عبور الجبهة الهوائية الباردة خاصة في المناطق الشرقية، كما تترافق مع انخفاض حاد على درجات الحرارة. عودة إلى الأحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة في العاصمة عمان، الأجواء مستقرة. نعود نذكر أن هذه الليلة وحتى ظهر الغد الطقس مستقر، أجواء صافية، درجة الحرارة الصغرى هذه الليلة 13 درجة مئوية، الأجواء تبقى مائلة للبرودة. يعني بشكل عام الجلوس في الخارج وشرفات المنازل في الخارج أو حتى تناول طعام السحور في الخارج يعني يبقى فكرة مقبولة وليست جيدة بسبب ما زالت درجات الحرارة منخفضة بوجه عام. نهار يوم غدا إذن شرحنا كيف ستكون الأحوال الجوية بشكل ملخص. يبدأ الجو بالتغير وبالانقلاب اعتبارا من ساعات ما بعد الظهر والعصر، تتكاثر السحب، تنخفض درجات الحرارة، تشتد الرياح، تبدأ الأمطار بالهطول سرعان ما تصبح على شكل زخات عشوائية غزيرة مترافقة مع الرعد والبرق، بالإضافة إلى تساقط بزخات البرد. تجري الأودية بسبب غزارة الأمطار، تتشكل السيول وترتفع منسوب ويرتفع منسوب المياه في بعض المناطق بمشيئة الله تعالى، ولكن يبدأ النهار بدرجات حرارة مرتفعة. الوقت الإفطار غدا الطقس سيكون غير مستقر للغاية على شكل زخات رعدية من الأمطار، درجة حرارة في ساعة الإفطار 12 درجة مئوية، وللمفارقة تكون درجة حرارة العظمى غدا صباحا تبلغ تقريبا حوالي أكثر من 20 درجة مئوية، فهناك فرق 10 درجات في ذات اليوم بدرجات الحرارة متوقع أن يحدث. فكرة طبعا أن يكون غدا الإفطار في الخارج غير مقبولة في أي منطقة، وستكون فكرة غير جيدة بسبب الأحوال الجوية المضطربة بوجه عام. دعونا نتعرف على تفاصيل درجات الحرارة والأحوال الجوية المتوقعة في محافظات المملكة، ونبدأها من المناطق الشمالية. إذا كما نلاحظ في إربد في ساعات الصباح ترتفع درجة الحرارة إلى 23 لكنها تنخفض إلى 12 درجة مئوية مع ساعات الليل، 23 إلى 11 في جرش، 21 إلى 9 في عجلون، وفي المفرق 25 إلى 11، وجميع هذه المناطق تصبح بها الفرصة مهيئة لزخات رعدية من الأمطار اعتبارا من ساعات ما بعد الظهر. بالنسبة للمناطق الوسطى في العاصمة عمان 22 إلى 9 درجات مئوية، تصل 22 تقريبا في ساعات الصباح لكنها تنخفض بشكل متسارع أثناء النهار. في البحر الميت من 30 إلى 17، في مأدبة من 25 إلى 9 درجات مئوية، في السلط من 25 إلى 11، في الزرقاء من 25 إلى 13 درجة مئوية. وكما ذكرنا جميع هذه المناطق تكون الفرصة مهيئة لهطول زخات رعدية
عادية من الأمطار اعتبارا من ساعات ما بعد الظهر والعصر. في الكرك من 21-8، في الطفيلة من 23-9 درجات مئوية، في معها من 25-10، في جبال الشراء من 23-8 درجات، أما في خليج العقبة فترتفع العظمى إلى 32 درجة مئوية وتخبط الصورة 16، وتكون هناك فرصة بمشيئة الله تعالى أيضا حتى في العقبة لأن تشهد بعض الزخات من الأمطار بمشيئة الله تعالى. المناطق الشرقية في الرويشد من 30-11، وفي الصفاوي من 29-11، وفي الأزرق من 31-13، وكما تلاحظون فروقات حرارية كبيرة جدا بأكثر من 20 درجة في بعض المناطق المملكة ما بين ساعات النهار وساعات الليل. بالنسبة للأحوال الجوية المتوقعة خلال الثلاث أيام القادمة، غدا أجواء غير مستقرة، منخفض جوي من الدرجة الثالثة 22-9 درجات مئوية. يوم الأربعاء يكون الطقس شتوي بارد بوجه عام، درجات الحرارة أقل مما عليه الحال أو المعتاد بأكثر من 10 درجات مئوية. البعض قد يقول أن الأمطار قد هطلت سابقا في شهر أيار، صحيح طبعا الأمطار تكررت في تاريخ الأرشيف المناخي الأردني في شهر 5، ولكن المنخفضات الجوية نادرة لهذا الوقت. درجات الحرارة على سبيل المثال معدلها الآن في شرق العاصمة عمان يصل إلى أكثر من 27 درجة مئوية العظمى، غدا أو يوم الأربعاء تصل إلى فقط 15 درجة مئوية العظمى في العاصمة عمان، فالطقس سيكون بارد ودرجات حرارة أقل بكثير مما هو معتاد عليه. في ساعات الليل يميل الطقس الاستقرار وتسجل درجة حرارة صغرى 10 درجات مئوية، ارتفاع يستطيع أن نقول ملموس على درجات حرارة لكنه تبقى به درجات حرارة أقل بكثير أيضا من معدلاتها، ويتحول الطقس يصبح ربيعي لطيف، تسجل درجة حرارة العظمى في ساعات النهار 20 درجة مئوية، في حين تكون درجة حرارة في ساعات الليل 13 درجة مئوية. التنبيه بأن غدا في ساعات الليل تعبر سحب منخفضة ملامسة لسطح الأرض تعمل على حتى تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية وتؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية. قبل الختام أعزائي المشاهدين، نود أن نستعرض معكم بعض التنبيهات الهامة بشأن هذا المنخفض الجوي المتوقع أن يؤثر على المملكة. أهمها الانتباه من تشكل السيول، غدا ارتفاع كبير في فرصة تشكل السيول في العديد من المناطق وجريان الأودية وارتفاع منسوب المياه بسبب غزارة الأمطار. الانتباه غدا من شدة العواصف الرعدية أثناء حدوثها والتي قد تكون مرفقة بالصواعق والاحتماء، مبتعدين عن الأماكن المكشوفة أثناء حدوث العواصف الرعدية. بالنسبة للإخوة المزارعين هناك تنبيه هام جدا من تساقط زخات البرد وانجراف التربة والأحوال الجوية المضطربة بشكل عام. الآن موسم الأزهار في العديد من النباتات بما فيها الزيتون، أيضا هناك الموسم البقوليات. بشكل عام غدا هناك فرصة لزخات من البرد وانجراف للتربة بسبب غزارة الأمطار، فعلى المزارعين الإخوة المزارعين يعني أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر بالطرق المثلى والمناسبة لهم لحماية مزروعاتهم. كما نود التنبيه من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية سواء بسبب الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض في ساعات الليل للإخوة المتنقلين، أو بسبب الغبار والعواصف الترابية بسبب الرياح الناتجة بسبب الرياح في المناطق الشرقية من المملكة. إذا هذا كان كل ما لدينا بشأن المنخفض الجوي القادم المملكة نهار يوم غدا. نسأل الله أن يجعلها أمطار خير وبركة عليكم جميعا، وأن يمر بشكل خفيف وبالسلامة للجميع. أيضا ندعوكم إلى متابعتنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو تحميلكم لتطبيق طقس العرب أو زيارتكم لموقعنا الإلكتروني ليصلكم كل ما هو جديد بشأن الأحوال الجوية. سنكون معكم أولا بأول غدا بشأن تطورات الأحوال الجوية. دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء.